الدراري ما معكم على الدين اليوم نمشي نزور المتحف نتاع التراث الشرقي، فيلا معانا. دروك احنا ماشيين مع رياض فين كاين التراث تلاقى. هذا ما نتسخر النعاج تاع النعاج سطولة تاع البيع مكسوبة تراب سطولة الأواني الخزية شو هاد تاع الكسوف يسخنو بيها شراها تسمع وضحك شفت الفازع تو مطوع مع بنو تقديمة نكوابس مصباحات لسان ما نعرفش تدير بيها مسجلة بيانو ديكي تاع الصور انت زيف انت الطب تاع الطب قديمة تاع التراث طيبة هنا عندنا الإبداعات شي واش مصايب شي مصايب الإبداعات تاعي شي مصايب عراقة لوحة تاع الفرحة كان تاع الحلوة بنادم بدا زين الدراري عندنا البيبان البيبان ها راسمين فيهم داك الشيء داك الشيء تاع التورة ما عرفتش شنو الصناديق تاع الكنز ابداعات زينين الله يرحمهم تسابح تسابح لله تسابح القلو ايه تاع الفن الكولوجي كنت صايب شي حاجة تباصل تباصل الصرافي السمطار دراري كما كتشوفو هاد اللوحة القهوية غادي صايب بحالها راه كيدير كيدير تواشا غير فانطا وخيوطات لا هي اللوحة مزيان تحافظ على التدوير دائما كنقول شارع المجال ديال الفن الايكولوجي الا وكان نرسمو شي حاجه في بالنا الموضوع بسوجي وعندنا واحد النقطه مهمه كنقول الادوات ونصف العمل دابا انا واخا جبت اللوحه جبت الماتيريال جبت كاع كامل انا ولكن كما جبت الادوات ما يمكنليش نخدمو الادوات ونصف العمل كنحاولو يمكن ندير على الوليدات على الامهات يديروا ان بتي اتوليي في الدار ديال الوليدات الصغار ومي كنقولو اتوليي راه ماشي الماشين والمكان الخدامة كرتون غير بسيط بحال أنا جبت عندكم هذيك الورشة كبيرة باش غير واحد الكرتونة مبقاش كولا بيستولي مسائل بسيطة فوالا قلنا درنا لو سوجي درنا عملية تركيب غتبقى مسألة الصباغة
سبق على دار المسألة بيئية غادي نخرج على برا نسبقها وغادي نبقى غير كيما راكم لأن ما عندنا الهواء ما يمكن ليناش لأن الفامبريزاتور لوبجيكتيف ديالنا هو الحفاظ على البيئة أولا ما خصناش التوشيع. أنا ترى من هي اللي غادي نعطيكم زوج تشوفوا هي الأولى ولا الزوجة؟ من هي الأولى من هي الزوجة؟ قربوا لكم شوفوا شكون هي كتبوا لي في الكومنت الأولى لا لا لقات واحد النمسا الثانية هذه عندي هنا يعني باش تشوفوها واحد التيلاج نتاع الدوبل غادي نديروها أنا كيفاش تكون بعدا؟ غادي نخليك شي دقيقة ونتكلم معاكم على واحد النقطة الآن هذا المجال ديال الفن الإيكولوجي لاغ إيكولوجي كنشوفو من أربعة الزوايا من الزاوية الصناعية أنا نصنع لوحة من الزاوية الفنية إطار فني ومن الزاوية الاقتصادية أن هذه اللوحة خصو بعدا تلات غادي من قبل اللوحة غادي يمشيو يعني هذه اللوحة قبل يعني إلا بعدا 50 درهم راه جايبها الفلوس سافودي الزاوية الاقتصادية اللي مشناها وكذلك الحاجة اللي مهمة وهو الزاوية البيئية إذا يعني شفتو معايا مباشرة شحال من حاجة كتلاح ولكن ريكبيرينها ولات واحد اللوحة ذو مستوى عالي هاد اللوحة حتى غادي تمشي في فرنسا انا داير معرض في ماكدونالد وعندي الكليون ديالي دوموندا البارح نظرا اللي كان عندي النشاط هنا عندكم ان شاء الله تحاولوه قلت علاش ما نديش لان كانوا الغاولي باش ندير فورماسيون داكشي ديال البروجيكت فين ندير مثلا قرعه ولا شي طابلو بسيط ولكن قررت انه مادام عندي ديك لا كوموند وراني هنايا غادي نخدمهم بعدا وغادي تشوفوهم هادو بزوج غادي تشوفها في فرنسا ويديو الكاوري كان تقريبا الاصدقاء تاعو هنا في وجده لوحات كبار خدمت منو نفس هاد اللوحة ولكن تقريبا ميت على ميت ونص كبار ومي شاف عندو في الدار كاين اختلاف بزاف ودوك الكليون ديالي ضوضاهم ولكن شو سبحان الله استفدتو نتوما من الورشة تمام وعندنا مجموعة من الإبداعات على مستوى عالي إلا بغيتو تجيو ماكدونالد المعرض اللي راه نديرو ديال الصناعة التقليدية مرحبا بكم مرة في الباب كاين مجموعة من الإبداعات شكرا جزيلا اللي عنده شي سؤال مرحبا بالنسبة للدراري اللي بغاو يشاركوا في لاشين ديال هذاك خونا اللي كان يصبغ ديك التوحة غادي تلقاو الرابط تاع لاشين ديالو فيه لتحت الديسكريبسيون غير علمتكم باش الا بغيتو تقلبوا عليها انا في الطريق باش نمشيو للدار غادي بعد العودة عرض كان معرض زين دار في حوايج زينة كان مزيان لا بأس به كي ندير التراث تاع بلادي التراث الشرقي خصوصا ومزيان كان نهار طوب حفلة مزيانة مزيانة المدارس يشجعوا تلاميذهم على التراث ويديروا هذا الموقف اللي داروه اليوم فمبادرة مزيانة وطيبة كتعرفك على التراث شي حوايج ما كنتش عارفهم عرفتهم اليوم رجعنا يعني الكتابة وجدنا كل شيء نتمنى تكون الحلقة عجباتكم إن عجباتكم حطوا لايك ونديروا لي واحد لابوني باش تشجعوني وشير